نعم، صباح الخير. على ما صباح يبدو النور. أن الأمل كان موجود في تركيا بإخراج بعض الناجين، لأن هناك في تركيا يوجد معدات، لكن في سوريا المعدات الموجودة ليست التي كانت مثل الموجودة في تركيا، كرافعات، آليات، أجهزة، كلاب مدربة. على ما يبدو أن الأمل موجود دائما ولم ينقطع بالله، ولكن على ما يبدو أن عمليا نستطيع القول بأنه كل من هو تحت الأنقاض قد فارق الحياة، لأن الوضع كارثي أيام طويلة. ونحن نتحدث عن يعني يجب إدخال معدات، إدخال فرق إنقاذ، ولكن تأخرت كثيرا. يعني الوضع حزين جدا. الواضح بأن كل من هم تحت الأنقاض الآن، يعني نستطيع القول بأن إلى الآن الرقم نعم هو 5237، ولكن بالمعطيات الموجودة بأن الرقم الحقيقي هو أعلى من 7000، لأن تحت الأنقاض في المناطق النظام التي أعلن انتهاء العمليات فيها، في حلب حتى اللحظة أحياء لم تدخلها فرق إنقاذ النظام، يوجد فيها مباني مهدمة على قاطنيها. كم هم عدد قاطنيها؟ لا أحد يعلم، لأن تلك المباني ربما كان هذه لم يقع. المشكلة أيضا رامي بأنه لا يوجد إحصائيات حقيقية الله. أو قريبة من الواقع حتى تعرف فرق الإنقاذ على الأرض من موجود من المتضرر لا. في هذه الأبنية. نعم، لا في، لكن في جنديرس نعلم بأن هناك 239 مبنى تهدمت بشكل جزئي أو كلي. جنديرس هي بلدة صغيرة في منطقة عفرين، وهنا نعود ويعني نقول لا نريد الدخول بالسياسة، لكن الواقع بأن مهجرين من وسط سوريا إلى منطقة جنديرس في اليوم الأول ذهبوا إلى القاعدة التركية الموجودة قرب جنديرس وطالبوهم بمساعدة بآليات من أجل مساعدة فرق الإنقاذ والمدنيين لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن رفضوا وطردوهم من تلك المنطقة. هذه البلدة الصغيرة باعتراف الدفاع المدني يوجد فيها نحو 90 مبنى تهدمت بشكل كامل، العمل جرى في عدة مباني ولم طب يجد لماذا الرفض؟ مبنى. ما هي أسباب الرفض؟ يعني هل لأنه الجانب التركي أيضا لديه ما يكفي ربما، أو ما في يعني أم أن فعلا الأمور يعني حسابات سياسية كما تقول؟ طيب بالمنطق يعني نقول بأن منطقة عفرين، نحن تحدثنا مليون مرة بأن تلك المنطقة هي منطقة تحت الاحتلال التركي، تحت الوصاية التركية، سميها ما شئتي، فلتعتبرها تركيا مثلها مثل الأراضي التركية التي تضررت ويوجد فيها كارثة. أكثر بلدة يعني تجمع صغير جنديرس كان فيها الضحايا الأكبر الذي فاق 1000 حقيقة الأمر في تلك البلدة من مجموع الإحصاءات، وفيها دمار كبير كان يجب على القوات التركية اعتبارها مثل المناطق التركية. نعود إلى مناطق النظام أيضا، النظام أيضا يعني شاهدنا بشار أسد يضحك ويبتسم، بينما على بعد يعني كيلومترات قليلة منه إن لم نقل مئات المترات كان هناك ما يزال البعض تحت الأنقاض بانتظار من يخرجه من تحت الأنقاض، لا يخرجه بهذه الابتسامات. شاهدنا زاد الابتسامات أيضا في جبلة التي قالوا بأن انتهت العملية ولا يوجد ضحايا، وإذا بهم عندما يرفعون الركاب هذه صور يجدون تلك حقيقية الضحايا. بالفعل رامي، يعني نتأكد منك باعتبار للمرصد السوري مصادر كثيرة لا لكم يعني على لا. الأرض، وحتى يعني هناك تتداول بعض التسجيلات المصورة ل قيادات في الميليشيات الإيرانية يتحدثون أيضا بطريقة سخرية، يعني لا نريد طبعا أن نردد ما الذي يقال، هذه حقائق على الأرض تجري. يعني أنا يعني انتهت العملية الآن، نحن في الشق الإنساني انتهت، ولكن السياسة واضح مرتبطة بالإنسانية. عندما تدخل ميليشيات إيران الموجودة في كسرى في حلب، هل ميليشيات إيران ساهمت منذ اللحظة الأولى في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في مدينة حلب؟ لن تساهم، يعني ساهمت لاحقا أو شاركت لاحقا. أيضا من روسيا وغيرها من هذا الكلام، ولكن أقول أنا على بشار الأسد الذي هو رأس النظام، رأس الدولة، هل من المعقول أن يتسارع من موجود في تلك المنطقة بدلا من أن يكون حزين حقيقة من قلبي وحتى تمثيلا يا سيدتي، أن يتسارع لالتقاط الصور والابتسامات مع بشار الأسد؟ هل هو الوقت للسخرية والتصريحات؟ يعني حتى الصور، يعني دعي الصور، بتصريحاته كان يصرح ويقول الغرب والعقوبات الأمريكية. يا سيدي شغل بأبناء الشعب السوري الذين كانوا تحت الأنقاض، منطقة شمال غرب سوريا، من هي الفرق التي دخلت عليها؟ دخل فريق انقاذ مصري، نعم دخل فريق انقاذ اسباني بامكانيات قليله، لكن المساعدات دخلت من
من هي الدول التي أدخلت المساعدات؟ فقط المملكة العربية السعودية هي التي أدخلت المساعدات إلى تلك البقعة التي تحتاج إلى مساعدات كثيرة. دخلت قافلة من مؤسسة البرزاني، لم تدخل مساعدات طيب حتى اللحظة. المساعدات السعودية تقول بأنها الوحيدة مؤلفة من 11 كدولة. شاحنة التي كدولة. دخلت كدولة. كدولة دخلت من منفذ الحمام، اسمه منفذ الحمام. نعم. طيب نعم. يعني هذه المساعدات تكفي أي كم من المناطق في هذه المنطقة، المناطق القريبة من هذا المنفذ؟ يا سيدتي، معبر الحمام هو قرب جندين، تكفي يعني تكفي أيام، تكفي عدة أيام حجم المساعدات، لكن المهم أن تدخل المساعدات. يعني شاهدنا كيف أهل جنديانس كانوا يبكون عندما يشاهدون المساعدات، سواء مساعدات إقليم كردستان أو مساعدات المملكة العربية السعودية. هذا الأمر يقاس على كامل شمال غرب سوريا الذي هو أمس الحاجر للمساعدات حتى اللحظة. وحتى طب الأمم المتحدة، طب أين يعني بالفعل دور الأمم المتحدة على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة؟ لا تنتظر قرار من مجلس الأمن الدولي كي يتيح لهم بفتح مغابر جديدة. مع القافلة السعودية دخلت من معبر الحمام، قافلة إقليم كردستان العراق دخلت من معبر باب السلامة، لم تدخل من معبر باب الهوية. يعني هناك ذرائع من قبل الأمم المتحدة. وأيضا دعيني أقول لك، المفارقة بأن طرفين يجتمعان، الحكومة المؤقتة التي تمنع دخول قافلة مناطق الإدارة الذاتية إلى شمال غرب سوريا، وحكومة النظام التي اشترطت على الإدارة الذاتية والهلال الأحمر الكردي أن يحصلوا على نصف المساعدات لكي يسمحوا بدخول المساعدات إلى أحياء حلب المنكوبة. أي أن الطرفين يتاجران بمعاناة ويسيسان ويتاجران بآلام أبناء الشعب السوري. كيف أنت كنظام تأتيك المساعدات وتشترط أن تحصل على نصف المساعدات من الإدارة الذاتية أو من الهلال الأحمر الكردي حتى تسمح لها بالدخول لمساعدة المنكوبين؟ يعني أمس كان هناك سيارتي إسعاف طلبوا بسيارة إسعاف للنظام، وسيارة إسعاف يسمح لها بالدخول إلى حلب.